دائما مع أجواء شهر الكريم، حيث اعتاد غالبية الجزائريون الالتحاق بمتأخرين بمقرات وأماكن عملهم منذ اليوم الأول من شهر صيام، ما جعل ذلك علامة جزائرية. وليد بهروة تجول في شوارع العاصمة قبل التحاق العمال بعملهم. هو أول يوم من شهر رمضان، عقارب الساعة تشير إلى 8:50، الشوارع فارغة والمحلات مغلقة، غالبية المواطنين التحقوا متأخرين بمقرات عملهم. إنها علامة جزائرية خلال شهر رمضان. خصك واحد مع أعضاء النقابة. التأخر في الالتحاق بأماكن العمل منذ اليوم الأول من شهر الصيام أصبح تقليدا جزائريا، خاصة وأن الشهر الفضيل يتزامن وحرارة الصيف، وللجزائريين أسبابهم. ليزاجيرين سيرتو البريمي جور، نقول لك الحقيقة اليوم تقول راهم كاع خابطين كيما يقولوا، اللي يروح الخدمة هذا اللي يلحق بكري يدير ريطار تاع 2 ساعة. ما البريمي جور توجور يجيك شوية ثقيل، كي تستنى في التلفزيون وقتها كيفاه ليلة الشك، إلا كان رمضان غدوة ولا، هذوما كاع الأسباب اللي يخليوك ما تقول ديجا تبات سهران. هي سلوكيات غير محببة دأب عليها الجزائريون خلال شهر رمضان، فالخمول والكسل والتأخر في الالتحاق بأماكن العمل يؤثر على سيرورة الحياة اليومية ويعطل مصالح المواطنين، وتكون لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني.